اهلا بكم من جديد في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كلمه في وصفه. حلقتنا النهارده عن التعليم. برنامجنا دايما بيهتم مراحل التعليم وخصوصا المراحل الاولى، لان مراحل التعليم الاولى من اهم مراحل التعليم اللي اتكلمنا كمان فيها قبل كده. كان نظام التعليم اللي هو طرق التعليم المونتسوري، لان طريقه التعليم المونتسوري بيوصل بسهوله وبشكل سريع للطفل في العمر ده، بالاخص لان العمر ده بيحتاج ان احنا نسهل له ايا كان المعلومه اللي بيخزنها، وخصوصا لو كان ان احنا عايزين نوصل له معلومات كبيره على سنه بس عن طريق التعليم. وطبعا زائد ان هو لازم يحب مدرسته، لازم يحب طريقة التعليم اللي هي هتقدر توصل له بيها المعلومة. وعشان كده كان من الأفضل ومن أحسن الطرق اللي حضانات كتير اتبعتها أو أكاديميات كمان كتير اتبعتها هو نظام التعليم المونتسوري. التعليم المونتسوري اتكلمنا فيه كتير قوي 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 قوي، عرفناه وعرفنا ازاي بنتعامل بيه مع الأطفال، ازاي بنخزن له المعلومات عن طريقتها. بس في كل مرة كان الحوار كله بيدور عن المونتسوري. طيب الجديد ايه في تعليم الاطفال في المرحلة الاولى؟ هو طريقة جديدة نازلة، طبعا مش هقدر ان انا ابلغ حضراتكم بيها معلومة، لازم اديكم المعلومة من المدرسة ان شاء الله اللي معانا النهاردة. بس اللي اقدر اقوله لكم ان هو طريقة تعليم التوكاستو. ايه هو التوكاستو وايه الطرق المتبعه ليه؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا النهارده، بس بعد الفاصل انتظرونا ورجعوا لنا تاني عشان تعرفوا ايه الطريقه. فاصل ونعود. ورجعنا لكم بعد الفاصل طبعا مع ضيوفنا الاعزاء اللي مشرفين حلقتي النهارده. ارحب بضيوفي. اهلا بحضرتك ميس فاطمه. ميس فاطمه اهلا بحضرتك. اهلا بك يا ميس هبه. اهلا وسهلا. طبعا استاذه هبه مديره ومسؤوله فيوتشر كيدز، واستاذه فاطمه من احد مدرسين الحضانه. بس حابه النهارده يا استاذه فاطمه، طبعا كان لينا لقاء قبل كده، لا معلش سوري استاذه هبه، كان لينا لقاء قبل كده اتكلمنا وشرحنا عن طريقه المونتسوري وعرفنا المشاهدين. عايزين نعرف الطرق الجديده اللي هو التوكاستو. التوكاستو هي نوع من التعليم الياباني. بنتكلم فيه عن جميع مهارات الطالب في استخدام جميع الأنشطة الحديثة المتبعة. بنرتقي طبعا بمستوى التعليمي، وبنرتقي بمستوى ان هو مشاركة داخل الفصل مع المجاميع، فاذا هو تعليم جماعي. هدفه ان احنا بنحترم الرأي والرأي الآخر، يعني بيعمل مشاركة ما بين الأطفال في نعمل الرأي. برلمان الصغير، فاكرة حضرتك برنامج البرلمان الصغير؟ هو بالظبط بنختار رئيس واتنين بيساعدوه ويتفضل بقى الأعضاء كلهم يعرضوا المشكلة ونقول الحلول والحل الأفضل. بالأغلبية للأطفال هو اللي بنعمله. طب استاذنك استاذ محمد، كان في فيديو عايزه برضو اعرضه، لان هو من تقريبا عن اللي حضرتك بتقوليه. ايوه كنا عاملين مجلس طلاب جوه الفصل وبنعرض فيه ازاي كان عندنا امتحان وهم اختاروا الهدايا، فبالاغلبيه طبعا البنات هنختار لها ايه والولاد هنختار لها ايه. طيب نشوف الفيديو ونخلي حضرتك برضو بعد الفيديو تقولي لنا عنه. اتفضل يا سيدي. زي ما شفنا كده في الفيديو ميس فاطمه يا ميس هبه سوري، دلوقتي حضرتك عامله تجمع ما بين الاطفال، وزي ما حضرتك قلتي قبل ما نعرض الفيديو ان بنعمل زي برلمان صغير. تمام. بيكون في رئيس، كانت ريتال رئيسه البرلمان، واثنين مساعدين.
كان عندهم المشكلة اللي احنا عرضناها وخدنا رأي الأغلبية وخلاص اتخذنا ان احنا هنجيب للبنات عروسة وللولاد كانوا عايزين عربية بريموت. أهدافه ايه مست هنا؟ أهدافه ان الطفل يحترم الرأي الآخر، يعني بنرفع ايدينا وبالأغلبية وبنشوف هم عايزين يعملوا ايه. طبعا ده بيشجعهم على العمل الجماعي، بيقوي الشخصية وبيقوي ثقة الطفل في نفسه. طيب بتحسي ان لما بداتي في النظام ده مع الاطفال بيستجيبوا معاكي لده؟ هو ليه مرحله عمريه معينه، يعني احنا مرحلتنا كيجيتو، يعني هو بيبتدي يتطبق من 5 سنين فما فوق. تمام. طيب استاذه فاطمه، طيب عايزه حضرتك تقولي لي ايه الانشطه المتبعه مع خدمه النظام التوكاستو؟ بس احنا اولا التربيه الفنيه اصلا من البدايه يعني هي اساسا ماشيه بالنظام ده، بس احنا ما كناش نعرفه. يعني احنا في شغلنا لازم يبقى الشغل جماعي، فده اللي بيحصل في نفس المجال ده. الشغل الجماعي ده هو اللي بيخلي الطفل يبقى عنده ثقه بالنفس، وده يعني ده السبب في المجال كله. ده الميزه اللي احنا بناخدها من المجال كله، ان الطفل يطلع عنده ثقه في نفسه. فده اصلا احنا كنا ماشيين بيه، بس ما حدش يعني عنده خلفيه لان ده قانون جاي لنا احنا جديد. فهو ده نفس اللي احنا يعني اللي احنا عايزين نطلع منه من الموضوع، ان الطفل يشتغل بايده، يعرف مهاراته هو نفسه بنفسه، لان في اطفال كتير كل طفل عنده موهبه مختلفه وكل طفل ليه بيئه، يعني ليه بيئه هو عايشها لوحده من غير يعني ما حدش يعرفه. فالمجال بتاعنا هو بتعرفي كل طفل بيئته ايه، تفكيره رايح فين بالظبط، المجال بتاعه رايح فين، فهو ده التخصص بتاعنا. طيب ميس هبه بعد اذنك، يعني طبعا الاطفال عشان خاطر ما لحقتش اقعد معاهم اكيد خايفين او هيكونوا متوترين، محتاجه حضرتك بس توريني نموذج من النماذج اللي في الحضانه تستجيب معاكي ازاي. بس اهم حاجه يكون سؤال في القران. الله يبارك لك. طب استاذنك معلش، سوري يا ميس فاطمه. الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم. استني اجيب لك الميكروفون على قدك. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك لم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائدا عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طب ريتيل. ريتيل اسم النبي صلى الله عليه وسلم. ريتيل. ريتيل محمد بن عبد عبد المطلب ابن هاشم ابن كلاب ابن مول ابن كعب ابن أي ابن ويل ابن فهر ابن مالك ابن مول ابن خزيمة ابن مدركة. صدق رسول الله. رقية. قال رسول الله. قال رسول الله. طيب يلا يا جودي نقول قول رسول هي الله. مكتوفه مش انا قلت سلام. عشان كده انا مش حابه ان انا اللي اسالهم. هي هيبه يا اما سلام. من قال لا اله الا الله. مطاره مطاره يا اي الله. دخل دخل الشم. شط عليكي ايتن. يلا سمعينا التحفه يا ايتن. قولي يا ايتن. علي صوتك شويه. علي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجل لحمة غفور ونفس ونمزة مجهول الحمد لله مصليا محمد ما آلي ومن تلق وبعد هذا النصر يريد في الدور والتلوين والنور. شكرا 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 ما شاء الله عليهم. اسمع يا خلاص يلا 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 واتس يور نيم. احمد. خلاص على قد يا ميس فاطمه احمد. طيب ميس هبه طبعا يعني انا بحب بس اوضح حاجه يا جماعه، انا بحب دايما اسال الضيف بتاعي اللي هو مسؤول عن اطفال زي كده، بحب اسال في الجانب الديني واهتمام الحضانات بده،
لان في ناس كتير قوي بتقول لك ده ما بيبقاش منهج اساسي في الدراسه، فمالوش درجات، فما بيهتموش بالجانب ده. عشان كده انا بحب اسال على الجانب ده اكتر. يعني تمام. احنا الولاد عندنا ما شاء الله حافظين نصف جزء عامه ومكملين، وحافظين ما شاء الله ما يقرب من 18 حديث، والتحفه اللي سمعتها ايتن دي تحفه تجويد القران. تمام. اللي احنا بنطبقه. فدي يعني انا جايبه لحضرتك نماذج منها. طبعا ريتال قالت اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنكمل في السيره، احنا بندي السيره النبويه. تمام. لو في اي حاجه تخص التوكاستو مفيش مشكله، ممكن توريها لنا سريعا. بس عندنا احنا عندنا الكوايت بوك بنطبقه بجانب التوكاستو. بس استاذنك سريعا عشان برضو تعلقوا عليه. احنا مبدئيا استاذنك تدي وش للكاميرا. مبدئيا هنا اول حاجه عاملينها هي السوسته. تمام. دي تقويه عضلات الصوابع بتاع الاطفال. هو ده مش في نفس النظام المنتصوري برضو مطبق في مطبق ما انا قلت لحضرتك هي هي سلسله واحده، يعني هو تقريبا متشابه. بس في حاجات زياده زي البرلمان والاراء وتربيه الطفل انه يقول رايه هي اللي داخل عليه. تمام. عايزه اقول لحضرتك بس معلومه. اتفضل. احنا بنتكلم ده تعليم ياباني. بس احنا صدرنا لليابان سنه 1852 التعليم المصري، كانوا هم بيقدموه هناك. تمام. فتبادلنا الان الصوره. لازم تبقى متقدمه. ودي حاجه عندي هي ده عباره عن يعرفهم الاحجام وفي نفس الوقت الكلر بتاعهم. برضو بعمل كل حاجه دبل فيس عشان الطفل برضو هو اللي يتحكم فيها. بنشيل وبنحط. ودي برضو عندي برضو الساعه وبرضو نفس الوقت الكلر، يعني برضو بيبقى نشاطين مع بعض. بنعرفهم الساعه والوقت، يعرفوا كمان امتى الوقت معانا. تمام. وهنا دي اعداد، بيبقى الرقم موجود عندي والطفل بيبتدي هو يحدد الرقم ايه هو. تمام. يعني هو هنقول عشان طبعا في كذا صفحه انا شايفه، فللاسف وقت حلقتي انتهى، مش هنقدر ان احنا نعرف الناس على جميع الانشطه. وان شاء الله يكون لينا حلقات تانية نقدر نشرح فيها اكتر عن نظام التوكاتو. وللاسف وقت حلقتي خلص، وشرفتيني يا مس سبا وشرفتيني يا مس فاطمه. شرفتيني يا اولاد. هديه بسيطه جدا للاولاد، ما كانش ليه داعي. هديتي ان المعلومه اللي حضرتك قدمتيها للمشاهد. طيب انا كنت حابه بس قبل ما اختم حلقتي، كنت حابه اتكلم عن الحلقه القادمه ان شاء الله. هيكون معانا شاب من الشباب اللي بلده تفتخر بيه، بيحب بلده وبيحب يعطي الوطن وبيحب يساعد ناس وبيحب يعمل خير كتير. بس الخير ده مش عن طريق الناس المحتاجة يروح يساعدهم، لا بالعكس، ده هو بيفيد بلده. وعشان خاطر ما حلقش حلقة يعني ما حلقهاش الحلقة الجاية، تابعوني فيها ان شاء الله وانتظروا الشاب اللي هيكون معانا والحاجة اللي بيقوم بيها. اتفضلي مس هبه. يعني انا ميرسي جدا، ميرسي. ما هي انا اخد دي. متشكره جدا يا مس هبه، ميرسي جدا. للاسف وقت حلقتي انتهى، انتظروني في حلقه جديده وان شاء الله الاسبوع الجاي. الى اللقاء.